حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن العبد بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد أتى لا يدري ما الله صانع به. فليتزود العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن شبابه لكبره، ومن حياته لموته، ومن دنياه لاخرته. فان الدنيا خلقت لكم، وانكم خلقتم للاخره. وامروا بالمعروف تنصروا، وانهوا عن المنكر تحسنوا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في امر الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، واقواهم علي، وفاطمه سيده نساء اهل الجنه، والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، وحمزه وصلى الله وسلم رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر العباس وولده مغفره ظاهره وباطنه لا تقابل ترفع. الله الله في اصحابه لا تتخذهم من بعدي فرضا، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. وخير امتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان المستجد الله في الارض، من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم واعم واكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفر بسم الله.